السلام عليكم. في محاضرة جديدة فيما يخص مادة شبكات الإرسال والصرف الصحي، في محاضرة اليوم راح نتحدث عن أنماط تحليل الشبكات، حيث أن في المحاضرات السابقة تحدثنا عن كيفية تصميم هذه الشبكات. فيما يخص التحليل، يكون الغرض الأساسي من إجراء عملية التحليل لمعرفة قيمة التصريف المار في كل أنبوب، وكذلك قيمة الضغط اللي راح يكون متوفر ضمن الشبكة عند كل عقدة أو عند كل تقاطع. ثم نلاحظ بهذا الشكل مدينة قد تحتوي على شبكة أنابيب. إجراء عملية التحليل سيوفر معلومة عن كمية التصريف المار في كل خط، وكذلك كمية الضغط البرجر اللي يكون متوفر عند كل نقطة من نقاط الشبكة. هناك عدة طرق تستخدم لتحليل شبكات الإرسال. واحدة من هذه الطرق هي Method of Equivalent Pipes، حيث يتم تغيير نظام الشبكات اللي مكون للشبكة، هذه الشبكة بالكامل يتم استبدالها من خلال عملية التحليل في خط ناقل واحد، وهذا الخط الناقل الواحد يكون يمثل في خصائص الهيدروليكية ما مجمل الشبكة بالكامل. من أهم الأساسيات اللي يجب معرفتها واتباعها ضمن طريقة أو الإكوفلنت بايب اللي هي طريقة الأنبوب المكافئ، أنه أثناء تحليل الأنابيب المربوطة على التوالي كما موضح بهذا الشكل، سيكون مقدار خسائر الاحتكاك على طول خط الجريان، على طول الخط هذا خط الجريان، سيكون مع مجموع خسائر الاحتكاك للأنابيب كافة، أي أنه الـ HF1 والـ HF2 والـ HF3 خسائر الطاقة الـ head losses، وليس خسائر الاحتكاك فقط وإنما خسائر الطاقة بالكامل، هي أن الـ head losses راح يساوي للـ head losses بالأنبوب واحد زائد الـ head losses بالأنبوب الثاني زائد الـ head losses بالأنبوب الثالث. أما التصريف فسيكون متساوي في جميع الأنابيب، أي أن الـ Q راح يساوي الـ Q1 ويساوي الـ Q2 ويساوي الـ Q3. هذا فيما يخص الأنابيب اللي مربوطة على التوالي. في حالة كون الأنابيب مربوطة على التوازي، فإن خسائر الاحتكاك، أي أن الـ Head Losses في هذه الأنابيب المربوطة على التوازي سيكون متساوي، إن الـ head losses يكون متساوي في جميع الأنابيب. أما التصريف، الكلي Q الكلية يكون مساوي لمجموع التصاريف المارة في الأنابيب المتوازية. هذا يمثل لي الفرق بين الأنابيب اللي مربوطة على التوالي وعلى التوازي أثناء إجراء عملية التحليل باستخدام طريقة الأنبوب المكافئ. خلينا نحل مثال. هذا المثال يوضح كيفية تحويل هذه الشبكة المكونة من أربع أنابيب، هي AB و BD و DC و AC. هذه الأربع أنابيب يدخل لها ما مقدارة تصريف مقدارة
1.5 مليون غالون باليوم. الأنابيب معلوم أقطارها وأطوالها. المطلوب حساب الإكوفلنت بايب، الأنبوب المكافئ لهذه الشبكة، علما أن الأنابيب جميعها تمتلك هايزن ويليام كوفيشنت مقداره 100. هايزن ويليام كوفيشنت مقداره 100 معناه أنه إحنا نقدر نستخدم المخطط اللي سبق أن تناولناه في محاضرة سابقة لحساب كمية الهيد لوتز أو حساب قطر الأنبوب أو حساب مقدار التصريف المار بالأنبوب، حيث معرفة اثنان من هذه المعطيات سيسهل من إجراء وإيجاد العامل الثالث. نرجع للمثال حيث نلاحظ من خلال هذا المثال المعطى لنا أنه هناك أنبوبين اللي هم A B و B D مربوطين على التوالي، وكذلك الأنبوبين A C و C D مربوطين على التوالي أيضا. أما الأنبوب اللي راح نحصله فيما بعد أنبوب مكافئ نشوف نتعامل مع أثناء عملية التحليل. بداية للأنبوب AB وBD اللي هن قلنا مربوطات على التوالي as a series، نفرض أنه الجريان اللي راح يمر بالأنبوب AB خلنا نقول 1 مليون جالون per day، والأنبوب الثاني راح يمر ب 0.5 جالون مليون جالون per day. الفرض هنا يتم إنه القطر الأكبر يأخذ تصريف أكثر، فبداية حتى نقدر نوجد خسائر أو ضائعات الاحتكاك في الأنبوب AB، بما أن التصريف قيمته 1 مليون جالون بير داي مما يعادل 690 جالون بير منت اللي هي جاية من 1 في مليون الداي هي 24 ساعة في 60 دقيقة. هذا الرقم راح يطلع عندي تقريبا 190 جالون بير منت الدقيقة الواحدة. إذا أنا أستخدم 690 جالون بير منت مع قطر الأنبوب اللي معروف عندي هو 12 إنج. لو نجي للمخطط ونشوف بهذا المخطط عندي أنا قيمة تقريبا 690 هنا و 12 إنج. لو أوصل بيناتهم مستقيم تقريبا هنا، فالاس يطلع عندي بوينت او 2.1. هذه كمية الهيد لوسز الى ال، فحتى اطلع الهيد لوسز بالكامل اضرب السلوب في طول الانبوب راح يطلع عندي ما مقداره 6.3 فوت. هذا الانبوب راح تكون بخسائر بالطاقة ما مقدارها 6.3 فوت. أعيد نفس الإجراء بالنسبة للأنبوب BD، ولكون قطر الأنبوب 16 والتصريف اللي راح يمر به كونه هو على التوازي مع على التوالي مع الأنبوب AB، أيضا هذا راح يمر به 1 مليون جالون بير داي
اللي هي تعادل مثل ما قلنا 690 جالون بير مينت. على هالأساس لو أستخدم المخطط راح أحصل ما قيمته 16، عفوا هنا أنا عندي أنا هذا التصريف وقطر الأنبوب 16، ف تقريبا هنا بهاي المنطقة اللي هي قيمتها 0.05232 وأحصل قيمة الهيد لوسز ما مقداره 2.1 فوت. إذن هذا الهيد لوس لهذا الأنبوب، ولكون الأنبوب أي بي 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 مربوطات على سيرس على التوالي، إذن الهيد لوسز الكلي اللي راح يمر بين النقطة A ولغاية النقطة D من هذا الاتجاه راح يكون ما مجموع خسائر الطاقة في الأنبوب الأول وضائعات الطاقة في الأنبوب الثاني، أي مجموع 6.3 زائد 2.1 اللي تكون نتيجته 8.4. إذن أصبح عندي معلوم إنه كمية خسائر الطاقة خلال هذا الخط الناقل بالكامل، خسارة الطاقة خلال الخط الناقل من A ولغاية D ما مقداره 8.4 فوت. كمية التصريف اللي مر هو 1 مليون جالون بير دي. إذن أنا أعرف الهيد لوسز الكلي وأعرف كمية التصريف، إذن أقدر أحصل قطر أو طول الأنبوب الإكوفلنت، أختار إما قطر أو طول. فأنا أريد أحدد إنه أقول راح أستخدم الإكوفلنت بايب دايامتر، قطر الأنبوب هنا أنا راح أستخدمه أبو 12 إنج، فصار عندي معلومة القطر 12 إنج، وعندي آني قيمة الهيد لوسز معلوم، وعندي قيمة الديسشارج معلوم. إذن آني أقول كمية القطر مع التصريف راح تعطيني قيمة S، ومن خلال S آني أقدر أوجد إيش قد راح يكون طول الأنبوب الجديد. ليش؟ لأن أنا عندي لكل 1000 فوت طلعت قيمة S مساوية 2.1، هاي لألف. طيب أنا عندي 8.4، فإيش قد راح تكون قيمة X؟ إذن 2.1 في ألف أو على ألف عفواً راح تساوي لي 8.4 على X. إذن X راح تطلع عندي 4000 فوت اللي هي هذه. إذن صار عندي خط ناقل جديد بدل الخطين AB و BD، صار عندي خط واحد هو اي دي، هذا الخط الطول مالته 4000 فوت والقطر مالته هو 12 ان، ويمرر تصريف مقداره 1 مليون جالون بير دي. أعيد هذه العملية للأنبوب بالخط الآخر، بالأنبوب للخط الآخر اللي هو A C C D، حيث إنه للأنبوب A C
نلاحظ أنه كمية التصريف اللي راح تمر هنا هي 0.5 مليون جالون per day، اللي تعادل 345 جالون per minute. هاي من جتي 500,000 تقسيم 24 في 60، يطلع تقريبا 345 جالون per minute. قيمة التصريف اللي عندي وقطر الأنبوب اللي معلوم عندي اللي هو 10 إنش، أستخدم المخطط أحصل قيمة السلوب، بعد ذلك أطلع فواقد الطاقة ضمن الخط. طلعت عندي فواقد الطاقة مقدارها 5.7 فوت. نفس العملية أكررها مع الخط CD، حيث أن التصريف اللي يمر بي أيضا مقداره 345 جالون بير مينت، وقطر الأنبوب هو 8 إنش. بالعودة إلى المخطط نحصل قيمة السلوب وأحسب ضائعات الطاقة، راح تكون 12.6 فوت. إذن هذا الخط الناقل الجديد أو مجموع الخطين لهذا الخط AC CD راح تكون بضائعات طاقة مقدارها مجموع الضائعات إلى الخطين اللي هي تعادل 18.3 فوت. إذن أني صار عندي معلوم جيد الضائعات الكلية. على هذا الأساس أستخدم خط ناقل جديد اللي هو راح يكون الخط AD. هذا الخط AD يكون بقطر أنا أختاره، وهنا على سبيل المثال راح نختار 8 إنش. بعد ذلك نحسب قيمة الضائعات من خلال التصريف المعطى المعلوم عندنا. على هالأساس تكون قيمة الضائعات اللي موجودة هي مقدار 4.2 لكل 1000 فوت بال 4.2 لكل 1000 راح تساوي لي 18.3 على X. إذن يطلع طول الخط الناقل الجديد مقداره 4360 فوت. هذا الخط الجديد اللي راح يتولد عندي، راح يمتلك هذه المواصفات اللي موضحة هذا البوكس، وهذا الخط AD أيضا يمتلك هذه الخصائص. يجب أن نعرف أن الخط AD جاي من ABD أو الخط ACD، هذين الخطين الجدد هما خطين متوازية، وبما أن الخطين متوازية إذن مجموع التصريف اللي راح يمر بالخطين يكون مجموعهم، وخسائر الطاقة تكون متساوية سواء كان على هذا الخط أو على هذا الخط، أي أن الهيد لوسز اللي ينتج من هذا الخط هو لازم يكون نفس الهيد لوسز اللي ينتج من الخط الآخر كونهم مربوطين على التوازي. ولأن هناك بديهية تقول أن الووتر always moves toward the least energy loses، أي أن المياه دائما تتجه بالممر اللي ينطي أقل خسائر طاقة، فلو نشوف أنه الخط ABD خسائر الطاقة بـ 8.4 فوت، بينما الخط ACD خسائر الطاقة بـ 18.3 فوت. إذن لإيجاد equivalent pipe مكافئ للخطين راح أستخدم خسائر الطاقة اللي قيمتها 8.4 وقيمة التصريف اللي راح يكون معلوم اللي هو المجموع 1.1 زائد 0.5 اللي عادل 1.5 مليون جالون per day.
نلاحظ انه كمية التصريف اللي هي 1.5 مليون جالون تعادل ما يقارب 1035. نرجع لنفس الكلام، 1.5 في 10 تقسيم 24 في 60، هذا يطلع تقريبا 1035 جالون بير مينت. سو نرجع هنا نستخدم ايذر انبوب ابو ال 12 او ابو ال 8. خلينا نستخدم الانبوب مثلا بيجر، اكبر من ذن الاثنين اللي هو ال 16 انش. فال 16 انش مع التصريف اللي هو 1035 جالون بير مينت اللي هو نفسه 1.5 مليون جالون بير داي، راح يعطيني قيمة S مقدارها 0.0014. وبما انه انا عندي قيمة الضائعات معلومة بقسمتها على ال S، راح يطلع عندي طول الانبوب 6000 فوت. اذا انا حولت الشبكة A B D وهذه هنا C، هذه الاربع انابيب بالكامل اختصرتها في انبوب واحد. طول هذا الانبوب 6000 فوت وقطره 16 انش، يمرر تصريف مقداره 1.5 مليون جالون بير داي. هذا الانبوب هيدروليكيا يمتلك نفس الخصائص للشبكه السابقه المكونه من اربع انابيب. هذا فيما يخص كيفية تحويل الأنابيب وتحليلها بطريقة الأنبوب المكافئ. الطريقة الثانية اللي تستخدم لتحليل الشبكات هي طريقة هاردي كروس. هاردي كروس هي طريقة تستخدم مبدأ الإتريشن، إنه المحاولة والخطأ والمحاولة والخطأ لحين الوصول إلى قيمة مقبولة للحل. فمن أهم المتطلبات الأساسية لحل تحليل الشبكات باستخدام هارد كروس إنه كل نقاط التقاطع في الشبكة اللي هي نقصد بها الجنكشن، على سبيل المثال هنا جنكشن 6، جنكشن 1، جنكشن 2، هذه النقاط يجب أن يكون قيمة التصريف الداخل مساوي لقيمة التصريف الخارج من تلك النقطة. فلو نلاحظ هنا هذه الجنكشن، نلاحظ أن الداخل هو Q1 بينما الخارج منها هي Q4 Q3 Q2. إذن as a result Q1 لازم يساوي لمجموع التصاريف الثلاثة، أي أن التصريف اللي دخل للنقطة يساوي التصاريف اللي تخرج من النقطة. المبدأ الآخر إنه الهيد لوزز بين أني تو جكشنز must be same، يعني خسائر الطاقة من نقطة واحد من نانة جنكشن واحد لغاية جنكشن أربعة هي مساوية لخسارة الطاقة لو اجينا بهذا الاتجاه. فخسارة الطاقة تكون متساوية between the two junction بأي اتجاه نسير به. الفلو والهيد لوز لهم علاقة، هذه العلاقة تكون بهذا الشكل، إنه الهيد لوزز دائما راح يساوي لي كي في كيو تو ذا باور ان، حيث ان قيمة كي مساوية الى هذا المقدار اللي هو دالة للطول ومعامل هايزن وقطر الانبوب. لما استخدم معادلة هايزن ويليام وتكون قيمة ان مساوية الى 1.85. أما عند استخدام معادلة دارسي وايزباخ
أي أنه راح يكون عندي الفريكشن فاكتور والقطر وطول الأنبوب هم اللي يمثلون قيمة كي. راح تكون قيمة N مساوية إلى 2. فإما أستخدم معادلة هايزن ويليام للهيد لوزز أو أستخدم معادلة دارسي وايزباخ إكويجن بناء على البيانات المتوفرة. خلينا نحل مثال حتى نوضح كيفية التعامل مع طريقة هاردي كروس لحل أو تحليل الشبكات. بداية for the given source and load show in figure. هذا الفيجر يوضح لي شبكة هاي الشبكات. لو أجي أرقمها أقول هذه الحلقة الأولى اللي هي مكونة من A, B, D, وهذه هي الحلقة الثانية اللي مكونة من B, C, E, D. المطلوب What will be the pressure at the load point if the pressure at source is 16 PSI. هسه احنا السورس اللي عندنا بالشبكة نلاحظ انه الشبكة يدخل لها عند النقطة A تصريف مقداره 15 CFS ويخرج من الشبكة عند النقطة C وعند النقطة E ما مقداره 10 كيوبيك فوت بير سكند عند النقطة C و5 كيوبيك فوت عند النقطة E. المفروض أو المطلوب حسابه إيش قد راح يكون قيمة الضغط البرجر عند النقطة C والبرجر عند النقطة E إذا كان الضغط عند النقطة A مساوي إلى 60 PSI بفرض أنه جميع الأنابيب أفقية وقيمة F معامل الاحتكاك لجميع الأنابيب هو 0.012. هذا معناه أنه F البيانات اللي متوفرة هنا أقدر أقول أستخدم معادلة دارسي أو أقدر أستخدم معادلة هايزن ويليام. فبما أنه اللي معطى عندي هو قيمة F فاني أستخدم معادلة دارسي وايزباخ. مثل ما نلاحظ أول خطوة إحنا نرقم الحلقات. فالحلقة الأولى هي راح تكون A, B, D اللي هي أنابيبها A, B, B, D, D, A. الحلقة الثانية هي B, C, C, E, E, D, D, B. أكو أنبوب مشترك بين الحلقتين هو الأنبوب B, D. هذا الأنبوب طبعا المشترك راح يكون جزء من الحسابات في الحلقة الأولى وجزء من الحسابات في الحلقة الثانية. بعد ما ميزت الحلقات يجب أن نعلم أنه التصريف إذا كان باتجاه عقارب الساعة فراح يكون موجب، أما إذا كان باتجاه عكس عقارب الساعة راح يكون سالب. إذن أنا أضمن هذا الاتجاه للجريان هو اللي يكون اتجاه الموجب، عكس الاتجاه راح يكون اتجاه سالب. إذن بعد ما حددت هذه الأساسيات أجي أحسب قيمة K اللي راح تكون ثابتة دوما عند إجراء عملية التحليل لكل الأنابيب. فلكل الأنابيب كل أنبوب راح نجي عليه عندنا الطول وعندنا القطر، نحسب قيمة K من خلال هذه المعادلة بوحدات الفوت، نحصل قيمة K لكل الخطوط والأنابيب اللي موجودة في هذه الشبكة. هذه الخطوة الأولى في عملية التحليل، أنه نحدد اتجاه الجريان الموجب ونحسب قيمة K. بالخطوة الثانية نقوم بتوزيع الجريان. كنا نعرف أنه من معطيات السؤال أنه كمية التصريف الداخل إلى الحلقة مقدارها 15 والتصريف الخارج من الحلقة أيضا
مقداره 15، ولكن واحدة من المتطلبات الأساسية للحل في طريقة هارد كروس أن تكون جميع النقاط نقاط التقاطع ضمن الحلقة يكون بها الـ Qn يساوي الـ Qout. يجب أن يكون الـ Qn مساوي للـ Qout. فلو أجي للنقطة A أشوف أن النقطة A اللي دي يدخل لها 15 كيوبيك فوت بير سكند، إذا اللي يخرج من عندها لازم يكون 15، فاللي دي يخرج منها هو الخط AD والخط AB. فراح أقول أن الخط AB بداية راح يأخذ مع مقدار 10، والخط BAD راح يأخذ مع مقدار 5. ضروري جدا أنه أحدد اتجاه الجريان، لأن هذا بعدين راح نشوف شلون يأثر في عملية التحليل. إذا أنا قلت هنا اللي يدخل للنقطة أي 15 واللي يخرج منها مقدار 10 بخمسة. أجي إلى النقطة B. النقطة B أشوف أن اللي يدخل حاليا إلى النقطة B مقدار 10، اللي يخرج منها أيضا لازم يكون 10، فاللي يخرج من النقطة B أنا عندي خطين هما الخط BC والخط BD. فخليني أفرض أنه الخط BC اللي راح يمر بي كل التصريف، بينما الخط BD ما راح يمر بي مرة. فهذا القيمة فرضناها هنا متساوية إلى 0، واللي يخرج منه هنا 10. لو أجي إلى النقطة دي أشوف أن النقطة دي اللي يدخل إلها خمسة كيوبيك فوت بير سكند، ويدخل إلها منها صفر، إذن اللي راح يخرج من عدها لازم يكون خمسة، مجموع ما دخل لازم يكون مجموع ما يخرج، فهنا يخرج عندي بهذا الخط راح يكون خمسة سي اف اس. من أجي إلى النقطة سي، النقطة سي اللي يدخل إلى سي 10، واللي يخرج من النقطة سي منها بهذا الخط في هذا الخط ده يخرج أيضا 10، إذا هذا الخط راح يمر ب 0 CFS، صفر من التصريف. هسه نجي إلى النقطة E. النقطة E اللي ده يدخل إلها من هذا الخط مقدار 5 CFS، ومن هذا الخط مقدار 0، واللي ده يخرج منها 5. إذا اللي دا يدخل مجموع اللي دا يدخل إلى النقطة مساوي إلى مجموع التصريف الخارج من النقطة. هذا التصريف الأولي للمحاولة الأولى اللي إحنا فارضيها للحلقة الأولى والحلقة الثانية، بفرض إنه الجريان دوما راح يكون موجب باتجاه عقارب الساعة ويكون سالب في اتجاه عقارب الساعة. طيب بعد ما أجريت هذه التقسيمات أسوي جداول، الجدول اللي يخص الحلقة الأولى وجدول يخص الحلقة الثانية. الجدول اللي يخص الحلقة الأولى شو يحتوي؟ يحتوي الأنابيب وقيمة كي والتصريف وقيمة الـ HF وقيمة الـ Delta P. على هذا الأساس أشوف أنه الـ AB قيمة الـ K مال تشقد أنزلها، والـ AD والـ BD. بعد ذلك بما أنني فرضت أنه هذا الاتجاه هو موجب للحلقة الأولى، لو نجي للتصريف 10، التصريف 10 ده يتجه من A إلى B، أي باتجاه عقارب الساعة، باتجاه عقارب الساعة، إذن إشارته تكون موجبة. بينما الخط AD، الخط AD اتجاهه هو عكس اتجاه عقارب الساعة، فإشارة التصريف B تكون سالبة.
وهذه قيمة التصريف بيدي. بعد ما أجريت عملية التوزيع للتصاريف في هذه الحقول، أقدر أحسب حساب جبري لقيمة هذا العمود اللي هو الHF وهذا العمود أيضا. راعي ذلك أنه هنا قيمة الكيو راح تكون هذا المقدار دوما راح يكون موجب، هذا العمود دوما راح تكون قيمته موجبة. ليش؟ لأن قيمة الكيو اللي ماخذيها إحنا هي القيمة المطلقة، بينما هذا العمود أرقامه، العمود اللي هو عمود الـ HF، أرقامه تتحمل أن تكون موجبة أو سالبة، كون الكيو اللي موجودة به واحدة مطلقة والأخرى خارج الحدود المطلقة. بعد ما أجرينا عملية ضرب الأرقام، ناخذ هنا السميشن ونقسم الدلتا حتى نطلع الدلتا كيو، نقسم قيمة هذا الرقم على هذا الرقم اللي هي تمثل لي قيمة الدلتا كيو. هسه للحلقة الأولى وجدنا قيمة الدلتا كيو، نفس الأسلوب نتبعه لما نريد ننفذ للحلقة الثانية، أيضا الأنابيب وقيمة كي وتوزيع التصاريف. خلينا نحكي على التصاريف هنا، لو وضعنا هذه الحلقة هي بالاتجاه الموجب فالبي سي راح يكون 10 موجب، بينما السي دي هو 0، الأنبوب دي اي راح يكون ناقص 5 لأن التصريف بي هو عكس عقارب الساعة، والأنبوب بي دي راح يكون قيمة التصريف مساوي إلى 0. نجري عملية الحسابات للأعمدة ونقسم هذا الرقم على هذا الرقم، نحصل من عندها قيمة. خليني أجي بعد ما حصلت قيمة الدلتا كيو، إذا كانت قيمة الدلتا كيو أقل أو تساوي قيمة دلتا كيو معطات تستوب، يعني مثلا نقول إذا كانت دلتا كيو مساوية إلى 0.01 على سبيل المثال، نقدر نقول إنه الحل مقبول ونتوقف عن إجراء المحاولة. أما إذا كانت قيمة دلتا كيو أكبر من قيمة دلتا كيو اللي المفروض عندها إحنا نتوقف بالحل، فيجب أن نجري عملية تصحيح. هذه عملية التصحيح شلون تتم؟ بداية حتى نوجد التصريف الجديد اللي راح نستخدمه second iteration، هسه هاي هي first iteration، هذه first iteration كملنا حساباتنا للiteration الأولى. second iteration لازم استخدم تصاريف جديدة بعد إجراء عملية التصحيح عليها، فنجري عملية جمع جبري للتصاريف الجديدة من خلال معرفة التصاريف القديمة وقيمة دلتا كيو. فلو نجي نصحح للحلقة الأولى، الحلقة الأولى نشوف أنه الكيو الأصلي أو النيو فلو للإتريشن الجديدة الثانية راح يكون مساوي للأولد فلو اللي استخدمناه بالإتريشن السابقة، مطروح منه الدلتا كيو. فلللوب الأول الخط اي بي كان التصريف 10، اذا الاولد فلو 10 ماينس ايش قد الدلتا كيو؟ ماينس 2.4. فبالمجمل راح يصير الماينس مع الماينس يصير 12.4، اذا الانبوب اي بي هو 12.4 راح يكون الكيو ماله، بدل ما 10 راح يكون 12.4. من نجي للأنبوب الثاني اللي هو AD، كان الكيو جيد، كان الكيو 5، الكيو اللي استخدمناه كان 5، بس هذا الخمسة كان counterclockwise
سالب ماينس الدلتا كيو 2.4 ماينس ماينس 2.4. إذا راح يطلع عندي النيو فلو هو ماينس 2.6. إذن هو 2.6 بس باتجاه عكس عقارب الساعة. هذا الأنبوب بدل 5 راح يكون 2.6. أجري نفس التصحيح للحلقة الثانية. الأنبوب DC أيضا كان 10، أيضا كان 10 عندي أني التصريف اللي خليته في البداية ماينس قد الدلتا كيو 2.5. إذن النيو كيو راح يصير 7.5. زين، نفس الكلام بالنسبة للأنبوب رقم 5، هذا بي العفو عفوا بي اي بي اي إيش قد كان؟ كان ماينس 5 ماينس 2.5 يساوي الناتج ماينس 7.5. إذن هذا الأنبوب بدل ما 5 راح يصير 7.5 بالسكند إتريشن. نجي هذا الأنبوب كان 0 0 ماينس 2.5 يطلع ماينس 2.5. هذا الأنبوب سي دي، هذا الأنبوب أوف سي إي، هذا الأنبوب 2.5. طيب من اللي بقى ما صححنا؟ بقى الأنبوب المشترك. الأنبوب المشترك اللي هو هذا، هذا الأنبوب المشترك يصحح بالطريقة التالية اللي هي إذا أنا كنت دا أجري التصحيح ضمن الحلقة الأولى راح يكون عندي النيو فلو للشيرت بايب للأنبوب المشترك يساوي الأولد فلو، خلينا نجي هنا صفر ماينس الدلتا كيو آي للحلقة اللي هو بيه اللي هي جيد ماينس 2.4 زائدا الدلتا كيو للحلقة اللي هو مشترك بيها اللي هو شقد 2.5. فهنا صفر ماينس ماينس راح يطلع الناتج 4.9 إشارته موجبة بالنسبة للحلقة الأولى. إذن هذا راح يكون الجريان بي بهذا الاتجاه بقيمة 4.9 واللي هو لو نجي نتأكد من الحل مالتنا ان نروح نصحح بالحلقة الثانية. لما اصحح بالحلقة الثانية شلون راح يصير؟ الاولد فلو كان صفر ماينس اشقد الحلقة اللي انا بيها 2.5 زائد ماينس 2.4 مال الحلقة المشتركة. فهنا راح يطلع الناتج ماينس 4.9. هذا بالنسبة للحلقة الثانية، أي أن الجريان بي راح يكون 4.9 ولكن عكس عقارب الساعة. إذن هذه هي التصاريف اللي راح أخذها وأستخدمها بالسكند إتريشن، أي تصبح شكل التصاريف بهذا المخطط بهذا الشكل، ويصبح الجدول كما هو مرتب بهذه الوضعية، ونعيد المحاولة ونوجد الدلتا كيو. بعد ما وجدت الدلتا كيو أيضا أقوم وألاحظ هل الدلتا كيو أكبر من خلينا نقول الدلتا Q allowed، يعني اللي شو نسميها المسموحة،
هل إنه هذه أكبر لو أصغر من الدلتا كيو هذه الـ 1.7 أكبر من دلتا كيو المسموحة إن اللي هي خلينا نقدرها بـ 0.01 مثلا. إذا كانت أكبر من point فراح نسوي third iteration، وبالthird iteration أيضا نجي نصحح لكل الأنابيب مثل ما صححنا بالطريقة أو للiteration الثاني. فلو نلاحظ هنا راح أسوي عملية تصحيح سريعة للحلقة الأولى، نشوف انه عندي الدلتا كيو هي 1.7 فالتصريف كان 12 الاولد 12.4 ماينس الدلتا كيو اللي هي 1.7 راح يطلع عندي 10.7. البي دي هو 4.9 ماينس 1.7 يطلع عندي 1.5 اللي هو لا هذا مشترك سوري اللي آخر شيء يعني أنا أصحح بيه من الخلي إن الاثنين اللي عدنا آني هنا ماينس 2.6 ماينس 1.7 يطلع عدي ماينس 4.3 اللي هو الأنبوب AD. أما الأنبوب المشترك فأني أصحح له بالشكل التالي، الأنبوب المشترك أصحح له بالشكل التالي، راح يكون عندي الأنبوب الأصلي 4.9 أنا دا أصحح للحلقة الأولى، إذا ماينس الحلقة مالت اللي هي 1.7 زائد الحلقة اللي الأخرى اللي هي 1.7 ولكن بالماينس هذه 3.4 تصير بالسالب، سالب 3.4 وهنا عندي 4.9 بالموجب، فالفرق هو 1.5 بالموجب. إذن الأنبوب المشترك بيدي لما يكون بهاي الحلقة راح يكون الجريان ماله باتجاه عقارب الساعة بمقدار 1.5، بينما بهاي الحلقة راح يكون عكس عقارب الساعة بمقدار 1.5. بعد ما أجريت عملية التصحيح أجري أيضا أحسب دلتا كيو هاي بالثيرد إتريشن. إذا كانت الدلتا كيو أكبر من الدلتا كيو المسموحة راح أتوقف، أذروايز أبدي يعني إذا كانوا اثنينهم يحققون انه اكبر من الدلتا كيو المسموحة لازم اعيد المحاولات، وابقى الى ان تكون عندي الدلتا كيو اثنينهم وليس واحدة منهم فقط، اثنينهم اقل من الدلتا كيو اللي مسموحة عندي. بفرض انه قيمة التصاريف النهائية هي مساوية لما موضح بهذا الشكل، فخلينا نتعلم شلون أيضا نحسب قيمة الضغط عند أي نقطة طبعا هسه أنا حتى أحسب الضغط AC أنا أقدر أجي من هذا الاتجاه وأحسب الضغط، أو أجي من هذا الاتجاه وأحسب الضغط، أو أجي من هذا الاتجاه وأحسب الضغط. إذن كل هذه الاتجاهات لازم تعطيني نفس القيمة. خليني the pressure at load point C شلون نحسبه؟ بالنسبة لل pressure C عند النقطة C هذا هنا راح نحسبه بالشكل التالي، إنه عندي the pressure عند النقطة A معلوم اللي هو 60 PSI معلوم، مطروح من عنده قيمة خسائر الطاقة بالأنبوب AB
وخسائر الطاقة بالأنبوب بي سي إلى أن وصلت إلى الأنبوب إلى النقطة سي. فهذه هي خسائر الطاقة بالأنبوب، وهذه هي أيضا خسائر الطاقة، ولكن هذه آز هيد، فلما أضربها في جاما تتحول إلى ضغط. ليش؟ لأن البرجر هو جاما في H، فإهنا هذه آز هيد لما أضربها بالجاما تتحول إلى ضغط، فضربناها هنا بالجاما انطل، وهذه كلها تحويل من البي اس فوت إلى البي اس آي، فتطلع عندي قيمة الضغط عند النقطة سي ما مقداره 48.9 بي اس اي، علما ان الضغط في النقطة اي مقداره 60 بي اس اي. بالنسبة للنقطة اي شلون احسب؟ الماء راح يجري بهذا الاتجاه، بعد ذلك يروح بهذا الاتجاه. ايضا بالنسبة للنقطة اي أقدر أخذ هذا المسار، أبدي منه بعدين أجي هنا بعدين أروح هذا المسار، أو أتخذ هذا المسار أنه أبدي منه وأطلع قبل بعدين أروح بهذا الاتجاه. بس لما أشتغل أني هنا أنا لازم يكون الجمع جبري، فهنا راح تكون زائد زائد زائد. ليش؟ لأن مع اتجاه الجريان هنا زائد زائد، بينما من أوصل هنا راح يكون ماينس. أطرح أي أن الضغط هذا راح نطرح منه الضائعات حتى نوصل إلى هذه النقطة. ليش؟ لأن اتجاهه عكس عكس اتجاه الجريان للوصول إلى النقطة هذه. فنشوف أن قيمة الضغط من خلال من A إلى D، بعد ذلك من D إلى E، هذه القيمة. مثل ما قلنا هذول الاثنين هم head losses، لما نضربهم بالجاما يطلع الضغط المفقود، فتطلع قيمة الضغط المفقود المفقود هذه قيمته، الضغط المفقود الكلي. فالضغط المتبقي عند النقطة اي راح يكون 49.3 بي اس اي. هذا فيما يخص كيفية تحليل وحساب فواقد او تحليل الشبكات باستخدام طريقة هاردي كروس، وكيفية حساب قيمة التصريف في كل خط ناقل وكل خط أنبوب ضمن الشبكة، وأيضا كيفية حساب الضغوط في أي نقطة وعقدة داخل الشبكة. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نكمل جزء آخر من مادة الشبكات والصرف الصحي. شكرا جزيلا لإصغائكم.